اللي سولوني وكيتسناو في الفيديو ديال الواقي الشمسي. مرحبا بكم. واقي شمسي احسن ما يكون، ماركه عالميه ومعروفه، كتبيض وكتحيد البقع الداكنه وخافيه للعيوب، وكتعطيك واحد اللون وواحد النضاره زوينه للوجه، وكيحيد هذاك الاطراز ديال الحبوب، وزوين بزاف بزاف بزاف. معروف من التجربه ديال ماما وخواتاتي، ماشي شي ماركه يعني اللي تقول تستهني بها او لا تدير الحبوب او لا كتخلي لك الاطراس او كترتق فيك هذاك الحبوب الرقيق. زوينه البنات بزاف بزاف بزاف، ما نعاودش لكم، راها شي حاجه زوينه والثمن ديالها مناسب، وحاليا فيها واحد التخفيض زوين 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 بزاف. غادي يعجبكم الحال، غادي تجربوها، غادي ترجع عندي لهنا للتعليق، وغادي تشكريني بزاف على هاد ليكرون هادي اللي غادي نعطيك. واقي شمسي من الدرجه الاولى، فيه واقي شمسي، فيه خفي العيوب، فيه مبيض، فيه مقشر، فيه كلشي يا البنات، راه مخير. واللي كيستعملوه غادي يعرفوني علاش كنتكلم. غادي ندوزو الفيديو مباشره مع نصائح البشره الدهنيه والبشره الجافه، اشنو يديروا، كيفاش يتعاملوا مع البشره ديالهم، زائد هذا الكريم الذهبي اللي جبت لكم اليوم. شوفوا البنات راه ما كيخلي لا بشره مزيته ولا والو، ما كيبانش كاع اصلا واش دايره، وكيعطيك واحد اللون زوين للبشره. يحلف عليك الواحد يقول راكي ما دايراش ليكرون لوجهك. شتو البنات؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خواتاتي كديرين، واش لباس عليكم؟ كنشكركم على التفاعل ديالكم، كتسولوا عليا علاش ما حطيتش فيديو البارح، غير مع الوقت وصافي. اليوم جبت لكم الفيديو اللي تسنيتو هادي شحال، والسؤال اللي غادي نجاوبكم عليه يعني تسنيتو الجواب ديالو من هادي شحال. دائما كتقولوا لي عافاك اختي ام ياسين، بغينا شي واقي شمسي يكون على ضمانتك، يكون شي حاجة مزيانة. وخصوصا واحد الاخت اللي كنوجه لها تحية، اختي وحبيبتي كاينة في ورزازات، متتبعه وفيه للقناه، دائما هذا هو السؤال ديالها هي، وبزاف ديال الناس كيطلبوا مني هذا الشيء في التعاليق وفي اللايفات. المهم غادي نوريكم واقي شمسي موثوق فيه، وديروه بعينكم مغمضين، يصلح البشره الدهنيه والبشره الجافه. قبل من هذا الشيء، قبل ما نبداو كاع الفيديو، ما تنساوش انكم تابوناو فلاشي اللي اول مره كيشوفني واللي اول مره كيدخل عندي، فعل الجرس باش يتوصل بالجديد. خليو لي اللايكات ديالكم، بارطاجيو الفيديو، وخليو لي التعاليق ديالكم والطلبات ديالكم، وبارطاجيو هذا الفيديو على اوسع نطاق باش يوصل بزاف ديال الناس. قبل هذا الشيء كامل، ما تنساوش البنات اللي عندهم البشره الدهنيه، غادي نعطيكم نصائح على السريع. دائما تتقولوا لي هضري لينا على البشره الدهنيه كيفاش نعتنيو بها، هضري لنا على البشره الجافه كيفاش نعتنيو بها، شنو علاش نبعدو، وشنو اللي نديرو شنو اللي ما نديروش. نبداو بالبشره الدهنيه. بالنسبه للبشره الدهنيه ضروري من التقشير، ومن يعني التقشير العميق، ما غاديش نقولوا تقشير شويه، دائما بقي ديري المقشر على الاقل جوج مرات في السيمانه، هذه شي حاجه اللي هي ضروريه. وفاش تختاري الفون دو تان اللي كديري، اختاريه بعنايه اللي ما يكونوش كثارين فيه الزيوت، بالتالي الا كانوا كثارين فيه الزيوت وكتخرجي الشمس كيولي وجهك كاع بحال كيسيح او هو ما كيتخلطش. لاحظوا بان بعض البنات كيديروا هنايا الكريم اللي مولفين كيخرجوا به عاده، يعني فوندوتا ولا واقي شمسي ولا غيره، هما عندهم بشره دهنيه ربما هما ما عارفينش، كيبقاو يقولوا لها الناس مسحي هنا مسحي هنا، كيبقى عندها بحال الكتل، كيبقى محقن في شي بلاصه، هذاك راه مشكل. انت راه ما عارفاش بان عندك البشره الدهنيه. البشره الجافه ما كديرش هكاك، وحنا غادي نهضروا عليها. هذا الشيء راه يعني ضروري خصهم يعرفوه اصحاب البشره الدهنيه. عاود تاني كنصيحة، يعني هذه ضرورية، أصحاب البشرة الدهنية ما ينعسوش بالمكياج، ما تنعسوش بالمكياج كاع، دائما غسل وجهي بالماء والصابون عاد النعس، لأنه هو فيه مرطبات، وانتي غادي تزيدي الدهني على الدهني والبشرة ديالك غادي تشبع به، دونك خايبة. غادي تستعملي المرطب المناسب ليك للبشرة ديالك، يعني غادي تبقاي تساراي باش تلقاه، هو صعيب يعني كل وحدة أنها تلقى داكشي اللي كيناسب البشره ديالها شويه قاصح. دائما كما قلت نغسل وجهي بالماء والصابون، ونشوف يعني صابون اللي كينشف وفي نفس الوقت كيرطب، باش ما يوليش ثاني عندي الجفاف ويبقاو نوضوا لي هذوك القشور، لان الناس اللي عندهم البشره الدهنيه شويه تيكونوا مختلفين، يعني تمام الاختلاف على اصحاب البشره الجافه. غادي تستعملوا واقي شمسي ما يكونوش فيه الدهون بزاف، مثلا هذا اللي غادي نعطيكم، غادي نوريكم كيفاش ديروا، يعني الناس اللي عندهم البشره الجافه والناس اللي عندهم البشره الدهنيه، راه فيه جوج ديال الانواع وانا غادي نوريهم لك دابا. بالنسبه لاصحاب البشره الدهنيه كذلك، ما تستعملوش المكياج الكثيف، بمعنى نكثر في وجهي لواحد الدرجه اللي طبقه فوق طبقه، او لا هكا نكثر الكريمات كيولي كيبان الوجه ديالي راه ماشي طبيعي،
فهمتوني؟ هادو غير كخطوط عريضه، ما نعش بالمكياج، ما نكتروش، دائما نواظب على التقشير، التقشير باش كي دائما كنوض هذيك ديك الطبقه الدهنيه، كتبدا كتنقص شويه بشويه، والوجه ديالي كيكون على طبيعته تيكون نقي. بالنسبه للمقشرات الطبيعيه مشاركاهم معكم انا، بحال هاد لي برودوي بحال هادو انا راه ما كنزعمش عليهم، ونكون معكم صريحه وغادي نقولوا كما كيقولوا غادي نفجرها. بالنسبه للناس الشركات اللي كتصيفط لي وكتقول لي غادي دير لنا اشهال فوندو تاع اولا واقي شمسي، ما بغيتش. وانتم شحال هذا وانتم كتطلبوا انني نعطيكم واقي شمسي وما بغيتش، علاش؟ لان انا الواقي الشمسي اللي كنثق فيه كتبوا بروفيسور ماما، ماما كما كتعرفوا عندها مرض جلدي الله ينجيكم من 1980 ياك، ولكن هي فاش قال لها الطبيب راه هذا المرض الجلدي كيتكاثر عندك من الشمس، دونك خصكي تبقاي ديري الواقي الشمسي، هو اللي كتبوا ليه بروف في السبيطار ديال الرباط ياك، هذاك اللي انا غادي نثق فيه ملي انا، لانها هي كتستعملو كما قلت من 1980، واخا كيتغير كيبقاو كيزيدوا فيه ولا ينقصوا غير في الثمن، اما الجوده راه هي هي والاسم تيبقى هو هو، وشي حاجه اللي مزيانه كانوا عندنا نوعان اللي كاتب ليها، اما هذا يا اما هذا، وكان غالي دابا راه نقصوا ليه في الثمن شويه. المهم ما علينا، هذاك هو اللي ننصح به، انما شركه صيفط ليا برودوي ونهزو في يدي ونقول لبنات هاكم خذوا هذا وديروه، هذيك هي اللي ما تلقاوش فيا، فهمتوا؟ راه غادي يفهموني الناس اللي تواصلوا معايا في الانستغرام وفي التعاليق وفي الخاص، ديري لنا اشهال شي ماركه، خصوصا شي حاجه اللي كدار للبشره، اما هكا في الديور وفي الفراش ممكن ان هذاك الشيء باين، انما فسميتو في المكياج صعيب الحال، ان الناس كتبغيني وكتثق فيا خاصني نكون معاهم واضحه تمام الوضوح. المهم دابا فهمتوني، بمعنى انكم غادي ديروه بعينكم مغمضين، والله ما كاين اشهار اقسم بالله الا شاريه فلوسي صافي، وانا ما محتاجاش انني نحلف، هذا راني مجربينه وعارفينه كيديروا خواتاتي ماما كلشي ومزيان، يعني ما عندكمش مناش تخافوا، غادي تشريوه وغادي ديروه غادي تشكروني عليه بزاف، لانه هو ماشي غير واقي شمسي ولكن كيحيد البقع الداكنه، كيحيد لنا لاطراس ديال داك الحب ديال الشباب، البنات اللي كيديروه راه غادي يعرفوا وغادي يكتبوها هنا في التعاليق وغادي يفهموني انا علاش كنتكلم. غادي ندوزو دابا البنات باش نعطيكم شرح مفصل عاوتاني ونصائح بسيطه على الناس ديال البشره الجافه. اول حاجه غادي يديروها البنات اللي عندهم البشره الجافه يعني ناشفه، ما تبقاوش تغسلوا بالصابون، الصابون اللي فيه يعني مواد كتنشف ماشي مرطب، انت غادي تشري صابون مرطب ماشي صابون فقط كنغسلو به اليد بحال هذوك اللي كنغسلو بهم اليد العاديين، انت غير حيديهم ما عمرك ما يقيسوا لك وجهك ياك. ثاني حاجه غادي تبقاي تنعسي بكريم مرطب في وجهك، نعسي به يعني ديريه ونعسي، مثلا عطيتكم كريم ديال لوبان الذكر نعسي به وما ديريش فيه انت النشا صافي، يعني الحوايج اللي كيبانوا لك كينشفوا البشره مثل الحامض او السيترون او الليمون او القرص، هذاك لا خل التفاح وما الى ذلك، هذاك الشيء نبعد عليه ما نلمسوش حتى بيدي ماشي غير وجهي، بحال الحوايج اللي كنحس بهم انا كينشفوا ليا البشره بحال الحنه بحال ما الى ذلك، الا ما فيهاش مرطبات ما نديرهاش. بالنسبه للبنات اللي كما قلت يباتوا بالمرطب علاش؟ غير باش تتشبع به البشره ديالهم، وكي يعني كتصبح مغديه ما كتبانش ناشفه وكتبان هكا، انا البشره ديالي ما هي هكا ما هي هكا، ولكن كتميل لهذا الجافه الا رديتو البال، ولكن انا ما كنعش بمرطبات، يعني كندير مثلا الزيت راه قلتها لكم ديال جونسون كنحكها الوجه هكا وكنعس بها. غادي تحاولوا ما امكن انكم ما تخرجوش للشمس الا بواقي شمسي بحالكم بحال البشره الدهنيه، ولكن تبقاو تعودوه كل ساعتين، فهمتوا؟ هذا هو الفرق بينك وبين البشره الدهنيه، كل ساعتين خاصك تعاودي هذاك المرطب وتبقاي تغسلي هذاك الاول، ما تبقايش ديري طبقه على طبقه، طبقه على طبقه غير ما غادي تزيدي الطين بله. كنتمنى تكونوا فهمتوني، يعني هذا الشيء غير على السريع ما بغيتش انني نطول عليكم الفيديو. بالنسبه للكريم اللي كنهضر عليه اولا الواقي الشمسي اللي كنتكلم عليه، هو راه معروف ماركه معروفه لاغوش بوزاي، شفتوها البنات لاغوش بوزاي؟ ها هو راه زوين، كاين اللي فيه هذا الخط هنا هكا وكاين اللي فيه بالخضر، واحد البشره الدهنيه وواحد البشره الجافه. بالنسبه للثمن ديالو البنات، الثمن ديالو راه 130 درهم، غادي تمشي للبارا اولا غادي تمشي عند اللي كيبيعوا المكياج، راه هذاك راه هو هذاك، غير في البارا غادي يكون احسن، انا خديته ب 130 درهم، كانت ماما كتاخذه ب 200 درهم، هذا
كتاخذو ب 200 درهم ولا مع 210 درهم. 200 درهم كاينه دابا راه بحال فيه شي تخفيض ولا اشنو ما عرفتش شنو كاين. فاش كيكون التخفيض الناس اللي كتستعملوه باستمرار يعني عندها هو المعتمد كيشريو منه يعني واحد الخمسه ولا اربعه الا عندهم امكانيه وكيخزنوه لانهم كيجيهم ناقص النص بالنص. يعني 130 درهم مع 210 راه يعني راه تقريبا النص قل شويه. المهم هو البنات شوفوا سكرينيو يعني ليكرون اللي بغات تاخذو هو هذا قراو عليه وقلبوا عليه. وهاد لاغوش بوزاي راه شركه فرنسيه معروفه بحال اللي هضرتي على فيشي. تا ديال فيشي زوين الا بغيتوني نتشاركوا معكم في فيديوهات اخرى خليوها ليا في التعاليق. دابا هذا باش مزيان ماشي غير كيحفظ لك البشره من الجفاف ومن الشمس ومن كذا، كيحيد هذوك البقع السوداء كيصفي لك البشره. هو ما تحتاجيش ديري فون دو تان، هو كافي. واش فهمتي كيفاش؟ يعني كيعطيك واحد اللون زوين للبشره، كيعطيك واحد الصفاء، كيحيد لك هذاك البتور، يعني خافي العيوب بزاف ديال الحوايج في هذا. تنتمنى انكم تكونوا فهمتوني وانا راه عطيتو لكم اخت لختها ماشي صاحب قناه دير اشهار لهذه الشركه، ما كاينش هذا الشيء فهمتوا؟ كتجربه من الام ديالي ليكم فهمتوني؟ ماشي انا يعني وسيط او لا شي حاجه، راه ما كايناش هاد الهضره. وانتم عارفيني بان انا ما كنقبلش اشهارات في الماكياج، يعني ولا بغيت نقبلهم خاصني نجرب انا واحد الشهر ولا هذا البرودوي عاد نمدو للبنات. لان فاش كتوقفي قدام كاميرا وكتقول اقسم بالله هاد البرودوي او لا هاد الوصفه موثوق فيها، يعني صافي راه زيتي على تقليدك يعني على رقبتك، هما راه كيثقوا فيك. هكا كتبان ليا الامور. البنات اللي كيعرفوني ومتبعيني هادي سنين عارفيني بانني انا ما كنهضرش على لي برودوي بحال هكا ماكياج او لا فون دو تان او غيره بحال هكا ما كنهضروش عليه. هانتوما البنات انا نوريه لكم راه طاح ليا، ها هو هذا شفتو راه زوين وراه كيدي وراه غير شويه منه راه غير نقيطه منه غدير لك الوجه كامل. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوني وسمعتوني. هذا غادي تبقاي ديريه ربع ساعه قبل لا تبغي تخرجي، ربع ساعة قبل لا تخرجي، ماشي تاتا تبغي تخرجي في الدقيقة 90 عاد باش ديريه في الوقيتة اللي قبل لا تكوني خارجة بربع ساعة نص ساعة مزيان. وغادي تخرجي به راه وجهك ما غاديش يتضرر، راه عنده واحد الطبقة كتحمي لينا الجلد مزيان 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 مخير البنات، راه زوين بزاف كتر مما تخيلوا. هانتوما شوفوا راه كلشي شارحينه لكم هنايا، داكشي مخير وزوين وكما قلت ماركه موثوق فيها نعطيها لكم يعني وانا بالي مرتاح، يعني ما عندكش فيها غرام ديال الشك. واللي زوين فيها هو انهم كيديروا البشره الدهنيه والبشره الجافه والحساسه يعني مختلفين، غير وحده فيها خط زرق والاخرى فيها خط خضر. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوني وتكونوا استوعبتوا، ما نكونش طولت عليكم، خفيفه على قلوبكم، كان حماق عليكم الصراحه. الله يخليكم ليا والى اللقاء الى فيديو قادم بحول الله.